مرحبا متابعي قناة هل تعلم الأعزاء، أرجو أن تكونوا بخير وعلى أتم وجه. اليوم سنقدم لكم أكثر اكتشاف اقشعرت له الأبدان خلال كل العصور. وكالعادة وقبل أن نبدأ، انزل للأسفل، اضغط على زر لايك، كبر الشاشة ولننطلق سويا. في المركز الأول نريد أن نحدثكم عن 17 مقبرة صغيرة تم العثور عليها في إدنبرا سنة 1836. بينما كان بعض الشباب يستكشفون التضاريس الرائعة للتلة المهيبة آرثر سانت باحثين عن جحور الأرانب، اكتشفوا تجويفاً ضحلاً عند سفح الجبل. بدأ الشباب في الحفر لتوسيع الفتحة والدخول إليها، ولكن المفاجأة التي اكتشفتها أعينهم كانت صادمة للغاية. 17 مقبرة صغيرة تضم 17 دمية خشبية مصنوعة يدوياً ومكسوة بالفساتين. أجرى الباحثون العديد من الاختبارات العلمية لتحديد أصلها أو سبب دفنها، ولكن الاختبارات لم تجد أي نفع. ولكن لتفسير وجودها أطلقت الصحافة في ذلك الوقت العنان للتكهنات. لابد وأنه كان من أعمال السحر، أو ربما تم استخدامها لإلقاء التعاويذ. كما ظهرت فرضية أخرى ربطت هذه الحالة الغريبة بجرائم القتل التي ارتكبها بورغ أهير ضد ضحاياه 17 وتجارة الجثث. 17 تابوتاً صغيراً لتكريم 17 ضحية؟ لم يكتشف أحد على الإطلاق نهاية القصة، فثمانية من هذه التوابيت معروضة في المتحف الوطني لإسكتلندا في إدنبرا، ولا يزال الزوار يبحثون عن معناها حتى اليوم أملاً في حل رموز هذا اللغز وبدون أي جدوى. في المركز الثاني نجد ويليام بيرك وويليام هير، اللذان عرفا بقدرتهما على إحياء الجثث في القرن 19. في ذلك الوقت استخدم العلم جثث المحكوم عليهم بالإعدام لإجراء الأبحاث، ولكن بمجرد إلغاء نظام العقوبات في بريطانيا العظمى انخفض عدد الجثث المخصصة للعلم بشكل كبير في البلاد. وعندها بدأت العديد من الجامعات في الحصول على الجثث من خلال طريقة مشكوك فيها إلى حد ما، وهي شراء الجثث. بدأ بيرك وهير ذو الأصول الأيرلندية العمل لصالح أستاذ التشريح روبرت نوكس في كلية الطب في إدنبرا للحصول على جثث لأبحاثه، وذلك بإخراجها من قبورها ثم بيعها. كما نسبت لهم 17 جريمة قتل، إذ كانا يستهدفان النساء المسنات والعاهرات وحتى الأطفال، ويتقاضيان ما بين 5 إلى 8 دولارات للجثة. كانا على يقين من أن أفعالهما مرت دون أن يلاحظها أحد تماما، ولكن خلال سنة 1828 تم اكتشاف المأساة. تراجعت سمعة نوكس على الرغم من تبرئته، لأنه تمكن من إثبات أنه لم يكن على علم بالجرائم. تمكن هير من تقديم أدلة كافية للإفراج عنه، بينما حكم على بيرك فيما بعد بالإعدام شنقاً. بالمناسبة، ربما بسبب غرابة العدالة، أمر القاضي بأن يدرس أستاذ التشريح جثته فور الإعدام مباشرة. لا يزال من الممكن رؤية قناع وفاته وهيكله العظمي في متحف كلية الطب بجامعة إدنبرا. في المركز الثالث سنلتقي بإله الخوف الهندوسي تشاموندا. يمكنك أن ترى صور تشاموندا كإله حرب شرسة كئيبة، ولكن ليس الغرض منها تمجيد الحرب. يتم تجسيده على أنه امرأة سوداء ذات عيون حمراء محتقنة بالدم، ولسانها يتدلى من فمها المفتوح ويرافقها ابن آوى. إنه عدو مرعب مسلح بالهراوة والسيف، وترتدي جلد الفيل وتمتطي جاموسا. تحكي قصتها كيف أن شيطانين شريرين ومتعجرفين اقتربا من الإله وتحدياها في إحدى المعارك، وهكذا أصبح اسمها مزيجا من اسمي الشيطانين المهزومين تشاندا وموندا. خصائصها هي رموز الشيخوخة والموت والانحلال والدمار، على عكس التمثيل المعتاد للآلهة الهندوسية ذات الوجه والجسد الجميل. في المركز الرابع نجد تولمان، مومياء العصر الحديدي الذي حافظ على طعامه غير المهضوم لعدة سنوات. خلال سنة 1950
تم اكتشاف المومياء من طرف قاطعي الخث، وهو نوع من السماد العضوي في المنطقة الشمالية الوسطى من الدنمارك. كان الرجل يرتدي قبعة من الصوف، لا يزال يحمل حبلا حول رقبته، استخدم لخنقه قرابة سنة 350 قبل الميلاد، فيما يبدو وكأنه نوع من الطقوس. ولهذا السبب تم حفظ جثته في مستنقع دنماركي لمدة 2400 سنة. ولكن الشيء الأكثر إثارة للدهشة هو أن تحليلا حديثا لمحتويات معدة المومياء مكن من الحصول على مزيد من المعلومات حول تغذية العصر الحديدي وتغذية ذلك الشخص خاصة، في أكثر تحليل شامل للأمعاء تم إجراؤه على الإطلاق. استعاد الباحثون أحافير نباتية دقيقة وحبوب اللقاح وعلامات أخرى للاختبار المجهري للطعام والشراب. أظهرت النتائج أن هذا الشخص أكل نوعا من العصيدة المصنوعة من الشعير والكتان وبذور النباتات البرية والقليل من السمك، وهو أمر شائع جدا في العصر الحديدي. تمكن الباحثون أيضا من تحديد كيفية تحضير الوجبة الأخيرة من خلال تحديد الأجزاء المجهرية من العصيدة المتفحمة التي تشير إلى أنها كانت مطبوخة في قدر من الفخار ومحروقة قليلا. المركز الخامس يعود للحالة الغامضة للمرأة التي ولدت بعد دفنها. اكتشف علماء الآثار ظاهرة اقشعرت لها الأبدان لولادة جنين بعد وفاة أمه، والتي أطلقوا عليها أيضا لقب ولادة التابوت. تم اكتشاف مقبرة تعود للعصور الوسطى في إيمولا ببولونيا، حيث ظهرت بقايا هيكل عظمي لامرأة تحمل ثقبا في جمجمتها، وهيكل عظمي لجنين بين ساقيها. كان الجنين في وضع غير عادي، رأسه وجسده بين الفخذين، ولكن ساقيه ظلا داخل تجويف الحوض كما لو كان قد تم طرده جزئيا. كشف متخصصون في جامعة فيرارا وجامعة بولونيا أن عمر المرأة كان يتراوح بين 25 و35 سنة، والحمل 38 أسبوعا. وكما هو معروف فإن مدة الحمل الطبيعية 40 أسبوعا، ولذلك كانت هذه المرأة على وشك الولادة عند وفاتها. شك المتخصصون في أن المرأة عانت من تسمم الحمل أو بعض الأمراض المرتبطة بارتفاع ضغط الدم، وأن الأطباء حاولوا علاج مشكلتها بتقنية تسمى النقم، تقنية كانت تستخدم على نطاق واسع في العصور الوسطى، والتي تعتمد على إحداث عدة ثقوب في الجمجمة، ولكنها لم تتحمل أكثر من أسبوع بعد العلاج. وأخيراً في المركز السادس، أريد أن نخبرك عن الاكتشاف الأثري لأكثر من 1500 من البقايا البشرية المدفونة في مقبرة قديمة في اليابان. اكتشف فريق من علماء الآثار البقايا أثناء التنقيب في مقبرة قديمة في مدينة أوساكا اليابانية. وبحسب الخبراء فإن مقابر أومي جاهاكا تعتبر إحدى أهم المقابر في المدينة، لأنها تعود إلى نهاية فترة إيدو. نظراً لعدم وجود أشياء شخصية مهمة، اعتبر الباحثون أن المدفونين كانوا أشخاصاً عاديين عاشوا في قلعة أوساكا وحولها. أظهر تحليل العظام المكتشفة أن معظم هؤلاء الأشخاص ماتوا خلال سن 30، وأن العديد منهم كانوا من الأطفال، وأشار إلى أن وفاتهم كانت على الأرجح نتيجة جائحة أو كارثة طبيعية. بالإضافة إلى البقايا البشرية، وجد علماء الآثار هياكل عظمية لحيوانات أليفة، من بينها 4 خنازير في الجزء الشمالي من المقبرة وحصانان في الجزء الجنوبي. بالإضافة إلى ذلك تم العثور على عظم قطة، والبقايا التي تم العثور عليها بما في ذلك العظام البشرية هي الآن في طور التصنيف والتحليل. وإلى هنا أعزائي متابعي قناة هل تعلم، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات، اضغطوا على زر لايك وأخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصلوا بالفيديو القادم. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.